هذه الفترة زي ما بيقولوا كده ايه فترة حرة لمحمد جمال عشان عايزه يكلمني شوية عن مارسيل كولر. شفت من غير سؤال والله كلمني عن مارسيل كولر، عارف اللي هو كلمني عن نفسك شوية. مارسيل كولر يا كريم اتكلمنا عليه هنا كتير قوي قوي، وخليني اقول لك حاجة لطيفة في البداية. قابلته بعد المباراة مباشرة وكان معاه المترجم بتاعه دكتور خالد الجوادي، والراجل يعني اثنى على المسانده اللي بيتم مساندتها وعلى الكلام العقلاني والمنطقي حتى في وقت تعثر الفريق اللي كان قليل قوي الموسم الحالي، واثنى على البرنامج واثنى على ما يتم تقديمه. دي شهاده حق بقولها لك، واقولها لك على الهواء. انت متواضع يعني، اثنى عليك يعني. عارف انت اللي هو مش عايز يقول اثنى عليا يعني، اثنى عليك راجل، اثنى على البرنامج. أيوة راجل عفره ده جمال جميل، بس هو اثنى فعلا عشان كنت واقف. اثنى على جمال جدا والكلام اللي قاله. دي النقطه الاولانيه. النقطه الثانيه، مارسيل كولر كريم هو اعظم مدرب في تاريخ النادي الاهلي. الناس هتتخض شويه من عنوان. اسمع عليك. لا لا طبعا. اعظم مدرب بس كبيره شويه. ايه هقول لك ليه؟ عشان في ناس دلوقتي هحط لك ما بين قوسين بتخلص عليك. فتح رقبته كده وقال لك الحق مانو جوزيه. مانو جوزيه طبعا. للمره الاولى في تاريخ النادي الاهلي مدرب تكون نسبه نجاحه 100%، لم تحدث. لمانويل جوزيه معانا جراف لو اتعرض 100% في اول موسم، 100% في اول موسم، الموسم الاول. أيوة. لاي مدرب في تاريخ بما فيهم عظماء ديتريتش فايت، مانويل جوزيه، موسيماني اللي جاب 2 بطوله افريقيا و2 سوبر للنادي الاهلي، قبلهم مارسيل كولر. دي انجازات الراجل لحد دلوقتي، 2 سوبر مصري، بطوله كاس مصر، يرسل للفوز ببطوله الدوري ودوري ابطال افريقيا، نسبه نجاح 100%، لم تحدث في تاريخ النادي الاهلي الموسم الاول لاي مدير فني مصري او اجنبي يكون نسبه النجاح فيه 100%. ما شاء الله. نروح بعد كده لمانو جوزيه، الجراف هتلاقي ان مانو جوزيه في الموسم الاول فاز بدوري ابطال افريقيا، فاز بالسوبر الافريقي، لكنه لم ينجح في الفوز باي بطولات محليه. نروح لكمان بعديه ليه بيتسو في موسم 2001، في موسم 2001 اول فتره ليه مانو جوزيه مع النادي الاهلي. نروح بعد كده لبيتسو موسيماني، بيتسو موسيماني فاز بدوري الابطال، فاز بكاس مصر، كاس السوبر الافريقي، بينما خسر الدوري المصري والسوبر المصري. وده في الموسم الاول. في الموسم الاول كل يعني. ده عشان الناس انا عارف يعني فكره المقارنه هنا شوية. انت لما بتقول انت لما قلت لي دلوقتي مارسيل كولر اعظم مدرب في تاريخ النادي الاهلي ما بين قوسين في موسم الاول. حلو كده، حلو كده. بنعيدها المره الرابعه. عشان انت بتديها لي بتوع السوشيال ميديا يكتبوها ازاي؟ تمام. اعظم مدرب وحاط بين قوسين هم يسيبوها اعظم. طب تبعتها على ابعتها مسج وخلاص. اللي بعديه كمان كان ديتريتش فايتسا. ديتريتش فايتسا واحد من اعظم المدربين، وغيروا طرق اللعب في مصر كلها. موسم 88 و89 كسب دوري مصري، كاس مصر الافرو اسيوي، وخسر دوري ابطال افريقيا. وبالمناسبه هو ما بداش البطوله دي، لكنه استلم الفريق من دور الثمانية وودع امام بطل الجزائر في النسخه الحاليه. مارسيل كولر اعظم مدرب. قول لي اجابه سريعه، قول لي كولر ولا بيتسو موسيماني؟ كولر قولا واحدا والله. مش كولر على طول.